السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا منتج جديد ساعة الفجر حائط، طبعا كما تشوفونها تشوفون التصميم اللي بكرتونة جدا فخامة. هنا بعض المعلومات اللي هي تقول أوقات الأذان لجميع مدن العالم وتنبيه لكل صلاة قبل أو بعد الأذان، والأذان بأصوات متعددة، يعني ممكن أنها تأذن تمام تعطي تنبيه بالأذان بصوت الأذان طبعا، الله أكبر الله أكبر إلى آخره يعني. وأيضا مميزات الساعة هذه أنها ساعة عقاري بتحكم رقمي، وأيضا عرض الوقت بنظام 12 أو 24 ساعة، نعم، وتقويم هجري وميلادي ومؤشر درجة الحرارة فهرنهايت ومئوي. طبعا هنا هذه حساباتهم الفجر تمام، هذا الباركود ممكن تستفيدوا منه. الآن نفك المنتج، طبعا هذه محتويات الساعة، شلون فخامة ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه الساعة ما شاء الله تبارك الله جدا 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 فخمة لأبعد درجة ما شاء الله تبارك الله. هنا خلنا بس نشرح بعض الأشياء اللي هنا، هذا البطارية من هنا، بطاريات وجماعة بطاريات تقدر تركبها عبر بطاريات، أو أنك من خلال يعني شاحن التايب سي تجيب شحن الجوال العادي تمام، وتشبكه الى تايب سي، هذا سلك التايب سي حق الجوالات عادي، وتشتغل معك بدون بطاريات، يعني تبغى بطاريات او سلك شاحن. وهنا يعني موضوع 5 فولت يعني مقدار الساعة، وانها تستهلك 500 امبير. طبعا هنا هذه صوت الاذان، طبعا هنا اوف، طبعا هذا الأذان أنت تقدر تختار الأذان اللي تبغاه، يعني إذا مثلا بوقت الصلاة يعني بوقت الأذان يأذن، سواء تبغاه متغير يعني يشكل لك بين أتوقع يعني مجموعة المدن، يعني تبغى أذان الرياض أو مصر أو القدس أو المدينة أو مكة المكرمة. طبعا هنا التحكم بالصوت، تبغاه بلا صوت أو تبغاه درجة الصوت تعليها أنت وتخفضها بنفسك. طبعا كيف أني أنا أغير؟ أول شيء أضغط هنا تمام، انتقل للشاشة، أضغط مطولا طبعا، نضغط مطولا تمام، انتقل للشاشة، نشوف هنا مكتوب الرياض، نبي نغيره نجي للأزرار هذه، أها أذانات متنوعة الآن. طيب بغيره الآن مكة، أبغيره أها هذه المدينة أو إيه نعم المدينة، أبغيره هذا القدس، أبغيره الجبش أو الجبشن، هذه مصر وهذه الرياض تمام. اذا اول شيء نضغط مطولا هنا، لما نضغط مطولا خلني اوريكم شلون شو بيصير لو اضغط على الزر الخلفي مطولا، نلاحظ انه يقول غير. انا حاط هنا خلنا نعلي له تمام، شوفوا ها، تضغط من هنا على اللي انت تبغاه تمام. مصر خلاص حطينا مصر مثلا على سبيل المثال، كما نلاحظ هنا جدا جميلة، ساعة خرافية، وهنا مكتوب هنا درجة الحرارة 22، الوقت EM أو BM، نقدر نخليها على نظام 12 أو نظام 24 ساعة طبعا. وهنا الوقت
وهذا أعتقد أنه وقت الأذان العصر. احنا الحين بالظهر طبعا، وهنا مكتوب الاثنين. خلنا نحاول نتحكم بالإعدادات شوي. هنا نقدر نعدل بالوقت، هذا الشروق، الظهر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، هذه أوقات الصلاة، تمام؟ وهنا الفجر، عربي أو إنجليزي تبغاه. طبعا أنا بحطها عربي، اللغة العربية، تمام، عربي. الآن 29 جمادة 1444، تمام. نقدر نغير بالإعدادات اللي نبغى، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، اختيار المدينة، تختار المدينة اللي أنت فيها، السعودية، السنغال، إلى آخره، تمام. اختار المدينة، الرياض، الرس، الخفجي، الخبر، أبها، تمام، نجران، عفيف، سكاكة، إلى آخره. نختار الزلفي على سبيل المثال، تمام. اختار المدينة. الآن نقوم نشوف الإعدادات الثانية اللي نقدر نتحكم فيها. نبغاه هنا ميلادي أو هجري يعرضنا، تمام. نقدر نغير بالتوقيت، السنة، تمام. ما أدري واضح عندكم أو لا. طبعا هنا نلاحظ 22. طيب أنا أبغى أغير 22 يناير، أبغى أخليها يعرض لي التوقيت، تمام. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.